هذا خليك ما اللقطة طبعا اللقطة هاي الواحد لو يقعد من الصبح بس بقى القعدة بقى الوزة بقى الوزة اللي جتنا راح نشوفكم الوزة كان شوف الوزة شوف عبال هاكل اوه حبيبي احكيولي الاجواء شنو يمكم قاعد تحسون باللي قاعد نحس بيه حاليا هلا اصدقائنا شلونكم اخباركم جينا وياكم بفيديو جديد وهذا اليوم الثاني مكان حلو احوح بالانترنت قبل ما اروح اضغط لايك وسوي اشتراك اذا ما مشترك لان فيديوهات الجايه راح تكون غير شكل وتجنن فخليكم بهاي الرحله ويانا وراح تونسون اكيد لان احنا راح نروح نشوف مكان يمكن هذا المكان راح يصدمنا جميعا اوكي ابقوا ويانا ويلا بينا يلا المكان هسه يبعد عنا شيء 13 كيلو يعني مو بعيد وهسه قاعد نشوف البيوت طبعا هاي هنا المكان كله فيلل المكان كلش حلو والشوارع تجنن وكل بيت هنا طبعا 1500 متر 2000 متر البيت الواحد حبايبي خلينا نقول لكم شوي عن هاي المعلومات عن هاي الجبال طبعا قاعد تشوفون هاي الجبال هي جبال الألب يعني من اجمل جبال العالم ومن اطول سلاسل جبال العالم قاعد تشوفون هسه السلسله هاي طبعا هي بالحقيقه شايفين الاهرامات على شكل الاهرامات بس شنو هاي هوايه جبل بصف جبل سبحان الخالق شوفوا يعني شوفوا هسه داير ما دايرك عباره عن جبل يعني هي سلسله جبال وحده تطل بالثانيه سبحان الله لما واحد يتامل هنا ويشوف انه يقول الله ايش خالق من جمال يعني بس هاي حتى تجي بالصيف تلقى بيها ثلوج يعني بالقمم مالتها لان القمم مالتها كلش عاليه هي بالحقيقه طاخه بالسماء يعني الغيوم بيناتهم الغيوم اي يعني هسه الحافات دائما مغطيه بالغيوم كل الحافات اللي قاعد تشوفوها انه غاطه بالغيوم وهسه وصلنا طبعا طبعاً أنا ما أعرف إنه جاي من هذا المكان شكو بهذا المكان ما أعرف أكو مكان كلش حلو مثل ما قاعد تشوفون هنا أنا وهسه احنا على هذا الشارع طبعا حلو المكان تقدر تصف سيارتك مباشره زين ونكمل على ذيك الجهه هيفاء وين عفتيني يلا طبعا العروس مالتنا ما احكي لكم يعني انه مصدومه شنو مصدومه بيه مصدومه لا مرتاحه بهاي الطلعه الطلعه كلش حلوه طبعا وبعدنا طبعا هسه بدينا المشوار وياكم هذا القرن ما عاجبني دا فكرة ابدل التسريح ها شنو هاي حبيبتي بدليها الله يخليك ما اخذ اختها الصغيره بقى حلو الباص مالتهم على الكهرباء مثل ما شفتوه كلش حلو على الكهرباء حسين اذا اشمرك هسه بالبحر ايه تروح لفرنسا اروح سبح على ظهري لو شلون لا لا شلون الله عليك يعني والله توسيت بحسن توسل خلنا نروح طبعا يجوز ما مبين بالتصوير هذا الشيء طالع هذا الشيء طالع شلون القناص طبعا شلون المدافع
عندهم موجوده اكثر شيء بالجبال، يحطوها هاي بثناء الحرب كانت موجوده، بس حاليا انتهت الحرب فبقت بس اثار حلوه. وهذا القصر الحلو الجميل اللي طل طلاله يعني قد ما قلت لكم شيء رهيب. هسه راح نتقرب عليه اكثر واكثر. قصر هيفاء طبعا هذا نسميه اويلي قصر ديزني، بس بقى هيفاء لو هذا قصر كنتي وهذا البحيرة قبالك. هي حلو بس يعني منو ينظف لي اياه؟ ها شايل هم من ينظف لي اياه؟ انت بس باعوا الهم مالته شنو؟ من ينظف هذا القصر؟ عم ما ينظفه اذا هذا قصرنا. شوف الجمال. طبعا شو اقول لكم يعني عن هذا الجمال؟ والله العظيم قد ما اقول الوصف قليل بحقه. يعني اللي كان يمكن اللي ساكن هذا القصر اكيد ملك. يعني اكيد اللي هنا ساكن ملك. يقعد بالبالكون مالته ويشوف هيك جمال وهيك هدوء ويتامل بين الطبيعه. مو يمل؟ يمل؟ لا حبيبتي. احكوا لنا عم اذا انتم بهذا القصر تملون لو ما تملون؟ اذا ماكو انترنت وماكو هيك شيء. ما اريد حتى انترنت يا اخي. بس ها متابعين شلون راح اعلق لهم؟ اسفين. يلا نشغل على الجهه الثانيه. خليني اشوفكم شغله. طبعا هذا المكان شوفوا شنو يحيط به. يحيط به كله مي حتى مستحيل واحد يقدر يوصل ويخترق هذا المكان. دائره مدايره عباره عن مي وهذا السياج العالي. والله هيفاء عرفت ان هذا شنو القصر. هاي شنو؟ والله ما ادري يطلع بافلام كرتون. والله؟ والله احلى معلومه بالعالم. عاد شق حسين والله هم يجي يعني شوف بس شوف 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 الجمال هنا. طبعا حتى بلا يعني بلا عندهم خاص. هاي شكلها نايمه. شنو هاي؟ بجعه. مو البجعه. اي والله هاي بجعه. طبعا هاي بجعه شكلها نايمه ومبيضه يمكن بيضة. ها وهاي الثانية. الله والله حقا مفتاحات هنا بهالجمال هذا. امشي خلي ندخل نشوف موجودة بالقصر. لا سفينة. هاي الساعة الحلوة بها ساعة. طبعا هاي الساعة اللي هي موجودة ذي شي. لا هاي معلومات عن المكان بس معلومات مكتوب بالفرنسي. طبعا هاي الجهة كلها فرنسية. هسه جينا البوابة هاي مالتها بس البوابة مسدودة. خلينا نشوف شوف الخشب مالتها وشوف الجمال. بس باع البوابه هاي صار لها شقد يعني. ندق الباب؟ موجودين لو لا؟ ماكو احد. الو منو؟ ها الله ننزل هناك؟ ننزل هناك؟ ننزل هسه ننزل من هنا. باع حياته هاي النزله. يلا خلينا ننزل من هنا ونروح على ذاك المكان نقعد جوا ونشوف اللي طلع له وياكم. طبعا هسه المكان هذا يخوف. نريد نقعد نريد نقعد قعده. وقفي هيفاء حالك كيفك؟ اقعد هنا. يلا خلينا نقعد هنا. طبعا نقعد وهنا نسلطن على هذا المكان الحلو وشوي ناخذ لقطه هادئه وشوفوها راح صدق ان تحسون براحه نفسيه شكل مو طبيعي. يعني هذا الملك اللي كان عايش هنا يعني الله يساعد على هاي الراحه. الله يساعده. كلش حلو كلش حلو. والجبال دائما دايفك اللون ابيض من فوق. شوف هالبطاط الحلوات الاثنين جنة. طبعا هنا عندهم البط يطير. احنا عندنا ما يطير ليش ما اعرف. هسه جنة الطيارات بالجو وحطن يمنا. كلش حلوات. طبعا حتى البط هنا متونس راحة نفسية عنده ما صايرة قدام هاي الاجواء. 1585 طبعا هذا مكتوب هناك 1585 بس ممكن يكون هذا القصر 1585 تأسس لأن كلش قديم بين كلش قديم. باعوا بطة هاي شكلها جديد يعني أول ما نشوفها. هاي جتنا بطة ثانية. سبحان الله سبحان الله كلش حلوة. وهسه التأمل هنا التأمل يعني هنا تجيك افكار تجنن الراحه. هنا فكرت مثلا يعني هنا فكرت انه شلون راح اقدر اساعدك. لا يعني
لا يعني شنو قصدك؟ لا لا حبيبي تفكرتي شلون سنة اكيد متاكد 100% عبالي خليك هم ما لقطة طبعا اللقطة هاي الواحد لو يقعد من الصبح بس بقى القعدة القعدة مخيفة بالقوة هي فاجئة تقعدت يمي تخاف لا تخيلوا انا اول شيء ما اعرف اسبح بصراحة ما اعرف هسه صوت لي هيك خافت حسين بلا شقة هاي بس بقى لقطة حسين بليز لو سمحت اوكي حبيبي حتى لو تقلقين عادة جي طلعت لا والله تكمل البلاك بي اصورها هي تقلق لا حبيبي لا اكيد اطلعك واطلع 10 مثلك مثلي ليش انه مني انا 10 اوه شو مصيبة هاي النسوان اي شيء لزمنا عليك احكي لي وشون قاعد رومانسي شنو القعدة؟ القعدة هي انه تخليك رومانسي هي تخليك عاشق والهان هاي بس باع الوزة باع الوزة اللي جتنا راح نشوفكم الوزة؟ خلينا نشوف الوزة خلينا نصورها انا بموبايلي شوفوا الوزة اللي جتنا شنو هالجمال يلا باع يلا تقولوا لي شوف الجمال تعالي شوف الجمال قاعد ناكل جتي هلا 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 اميتي هلا تعالي 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 يلا شوف هسه جت يمنا شوف حتى الوزة تفتهمنا الله شوف الوزة بهالجمال هذا وين موجودة تعال شوف عبالها اكل اوه حبيبي احكولي الاجواء شنو يمكم قاعد تحسون باللي قاعد نحس بيه حاليا تجنن تجنن الوزة الوزة هاي فاشلت رجليها ليش خاف الوزة تنقفها من جوه ويا أصلا بعيدة حتى الوزة ما تنفق يلا ومتعض هم أصلا ما يعض أصلا حيوانات حيوانات ما يعض شوف حسين وعدني يجيب لي بزونة بزونة؟ والله البزونة يعني صدق عجبتنا بالبيت عجبتنا بالبيت والبزونة بس يا نونجي يجي بيضة سودر أي المهم بزونة من عنده بزونة يهدينا إياها الله يهدينا إياها بزونة يجب كنفوشة حلوة لا حابين اللون الأبيض يمكن يعني حلو كل شيء أي حسن أريد يجيب بيضة بيضة أي وش تحبين تقولي لي طبعا في هاي النص هاي الجواء جبتك بيها حب أقول لك مشو روح على البيت والله أعرف إيش أنا ضوجة أجي من هذا الدرب بالعكس أنا كلش أحبك راح حكيت لا يا محمود يقول غير يا محمود انا ما حبيت وان شاء الله يعني بعد راح اشوفك اجواء احلى من هاي طبعا ان شاء الله تعرفين ليش لان انا اعشق السياحه تمام واعشق هذا يعني انه واحد لما يطلع صدق انه يحس بالسعاده وكل ما عنده وقت فراغ او فرصه لازم يطلع بصراحه حتى يتونس ويشوف هاي الناس شلون عايشه بغير بلدان فراح تشبعين وياي سياحه بس انا شايل همك شلون عندك بيبي اثنين وتعقلين بيهم وتمشين وياي بالسياحه شلون بقينا بالبيت انت رحت وين بقينا مع امي صار امي تشوفنا يلا خلينا نتمشى بعد يلا حسين يلا نمشي هسه شو راح يصير وهسه خلصنا هذا المكان الحلو نودع هذا المكان الحلو هنودعه القصر هذا الحلو وخذنا نجي غير مره طبعا اخذنا قاعده طبعا هناك كنا قاعدين وجلسه تصوير سوينا تجننوا جلسه تصوير وهسه شنو هسه راح على ها قبل كل شيء صورنا وهاي السوالف تلقوها دائما بالانستغرام كلش حلوه وننزل دائما اليوميه فخليكم ويانا نهايه الفيديو يلا خلينا نكمل الجوله مالتنا طبعا احلى شيء موجوده صفات مال السيارات كل مكان يعني هاي الشارع وهاي هذا الشارع وهذا البحيره قبالك وتقدر تصف السياره مجاني هسه راح نقدر نكمل طريقنا ونطلع على مكان حلو ونشوف بلكي الله نلقى مكان بعد احلى من هذا فالكم واهس ابقوا يانا انت شو ستي اني بس يلا لعد هسه وين وصلنا طبعا طبقنا مكان ثاني و خلينا نشوفكم وين طبقنا بعد جمال بعد طبيعه بعد الحديقه هي قاعده هنا أنا. اثنين وين؟ كنت تقول على القصر ذاك موجودين مع الزرع والالوان شوف هذا التمثال البصله
شنو يعني هذا التمثال؟ ما اعرف صراحه هذا شنو حسين اشرح لنا شويه. هذا التمثال انه شنو قام يحكي يريد الشجره هاي لوحه بس ما قاعد لوحه اللي طول العالم ما ادري شنو. شوف هاي نال قاعده طبعا. اوه مع البطاط كيوت. الله جمال يجنن. نحن نقعد ونسولف ونكرج حب واحنا لا جايبين حب ولا كل شيء لحد ما يجي الليل ويصير ظلمه. شنو رايك؟ اي اوكي مقتنعه؟ كلش. لا كان اسمه مقتنعه. لا والله حلوه القعده هنا. طبعا هاي بحيره تمام، وهاي البحيره هي نفسها اللي حكى عليها الشاب قبل يومين تقريبا بالفيديو اللي راح، ان البحيره بها مشتركه اكثر من دوله. اوكي يعني بنفس البحيره هاي البحر الجماعي يعني فرنسا مشتركه كذلك بهذا الجزء. شوف هناك اكو شجره صايره بالنص تشوفوها. طبعا اكو شجره كلش حلوه بهذا بالنص. هاي شجره تمام. شوف اذا وضحها اذا تشوفون هاي شجره زين. هياته الحلو بالموضوع شلون هاي الشجره نبتت ما اعرف. نبتت. ايفاء الناس اللي قاعده هنا شنو شو تقولين انه متونسه؟ والله نيالكم جماعه سويسرا متابعين نيالكم مكانكم كلش حلو. اي ما ينبزع من عنده الصراحه وما ما تمل. وانا اهنيكم على هذا الشيء بالعافيه عليكم على الجميع. وشنو بالمانيا شنو ما عندنا الجمال يعني؟ انا المانيا بالنسبه لي احبها كلش. خاصة ماربوغ اويلي بيتي. الله راح رئيس البلدية راح يطيش بيت يا ب هيفاء. طبعا هيفاء خلص الباتري مالتها اليوم وغير هيك تونست هواي. اي والله كانت الونسة كلش حلوة. عاشت ايدك حبيبي. ان شاء الله نشوفها مره مرتين وثلاثه ونرجع لها. سويسرا كلش حلوه. وانا انصح ونور سنان ان شاء الله المره كذلك ان شاء الله راح نجي سويه ونزور هذا المكان. ايش نحب نقول لكم؟ ان شاء الله استمتعتوا ويانا بنهايه الفيديو، وان شاء الله الفيديو مالتنا عجبكم، واذا ما عجبكم اللي وراه ان شاء الله يعجبكم. وايش قد نوصل لهذا الفيديو؟ عدد كبير من اللايكات واشتراكات. فجيبونا لايكات وهذا الفيديو على مود كبار عائلتنا بيكم، واحنا نحبكم هوايه ونشوفكم حلقه جديده. باي.